مرحبا، في هذا الفيديو راح نتكلم عن الأبلينك والداونلينك في الوايرلس، فركز معايا منيح وافهم واكتب وسجل كل النقاط اللي بحكيها وعيد الفيديو مرة مرتين لأنه مهم جدا عشان تفهم آلية الاتصال كاملة. فعادة في الاتصالات في عنا أبلينك وداونلينك، في عنا مرسل ومستقبل. فلما يكون المرسل ومستقبل ببعتوا لبعض يعني دوبلكس، لازم الأول يبعث للثاني بتردد والثاني يبعث الأول بتردد مختلف، ما بينفع أنه أنا أرسل على نفس التردد. وهذا الإشي اللي موجود عندنا في الوايرلس في الجي اس ام، عندي موبايل وعندي تاور، فالتاور برسل للموبايل بتردد والموبايل برسل للتاور بتردد مختلف. ركزوا معي منيح، إيش يعني تردد مختلف؟ مش شرط أنه يكون باند مختلف، تردد مختلف، باندويد مختلف. على سبيل المثال إذا أنا بدي أشتغل على باند 900، فأنا عندي من 910 ل 920 للداونلينك، وعندي من خلينا نقول 880 ل 890 للأبلينك. يعني أنا بيكون في عندي داونلينك وأبلينك، عادة الداونلينك تردده أعلى من الأبلينك. ليش؟ الآن راح أشرح لكم إياه بشكل تفصيلي. طيب ركزوا معايا وتخيلوا معايا الصورة، أنا عندي تاور وأنا عندي موبايل. التاور الباور تبعته جدا عالية، أنا بتكلم على BTS، أنا بتكلم على RF مديول، فأنا عندي هاي باور. هاي الهاي باور بتنرسل من الRF مديول، يصير عليها لوسز، بعدين يصير عليها جين من الأنتنة، بتنرسل للموبايل. هاي هي الداونلينك، بعدين الموبايل بده يرد، بده يطلع أبلينك، فالموبايل بالباور تبعته القليلة جدا بده يرسل للتاور. هون بتصير عندنا مشكلة بيسموها unbalance between uplink و downlink. طبعا كيف احل المشكلة؟ اول حل المشكلة انه اخلي الuplink frequency على low frequency والdownlink على high. حتى لو انا ممكن انت تشوفها انه مش الفرق الكبير، بس هاي العملية بتحسن في عملية البالانس. بعدين بنلعب في attenuation، في coverage area واشياء كثيرة، لكن انت بديك تركز انه الuplink له bandwidth، له start و end، والداونلينك برضه له ستارت واند، وانا ما برسل وبستقبل على نفس التردد. لو برسل وبستقبل على نفس التردد حيصير في عندي انترفيرنس، ضروري جدا تركزوا فيها. ممتاز. طيب انا كموبايل ارسلت للبرج وانا كبرج ارسلت للموبايل، فانا عملت عمليه الدوبلكسنج، والدوبلكسنج فيها نوعين، اف دي دي وتي دي دي. طيب ابراهيم ايش الفرق بين الاف دي دي والتي دي دي؟ الاف دي دي بعطي اليوزر تردد من الباندويث تبع الاوبريتور وبخصص له اياه طول الوقت، طول ما هو شابك على الشبكه، طول ما انت رافع سماعه بتضلك تحكي. تمام؟ البيانات طول ما انت شغال على التردد هذا دائما بتحكي، بتشتغل على طول، تردد على طول. طيب التي دي دي، الاف دي دي لا، انا بعطيك كل الترددات في زمن معين. فانا مثلا على سبيل المثال عندي الثانيه الاولى بعطيها لليوزر الاول كامله، بعطي منها 0.8 للداونلينك و 0.2 مثلا للأبلينك وهكذا. طبعا هي بتكون باجزاء من الثانيه لدرجه انه احنا ما نحس فيها. طيب في تي دي دي ايش المشكله؟ التي دي دي المشكله فيه انه بدنا نحكي على تايم، فالمسافه ما بين المرسل والمستقبل هاي بنسميها ديلي، تاخير. هذا التاخير بياثر كثير على التي دي دي، ما بياثر على الدي دي لانه الدي دي على طول، بينما التي دي دي تخيل انه تاخر وهو اصلا له سلوت معينه، تايم معين، حياثر على اللي بعده وهكذا. طيب هاي المشكله موجوده وين؟ موجوده في الفور جي. اسرع سرعه او اقل ديلي في الفور جي اللي هي 100 ملي سكند. وين حلوها؟ حلوها في الفايف جي. ان شاء الله راح نتكلم عن فيديوهات الفايف جي لاحقا، لكن الان ضروري جدا تعيدوا الفيديو مره مرتين وثلاثه وتكونوا فاهمين كيف عمليه الاتصال بين الموبايل والتاور، علشان لما تنسالوا تعرفوا تجاوبوها بشكل صحيح. هذا بالنسبه للابلينك والداونلينك. يعطيكم العافية وأشوفكم في الفيديوهات التالية.